الو، السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بعافيه. معكم اميره، وراكو سوغ لا شين يوتيوب ليرن ويت اميره. اوجوردي خوتي كوم برومي راح ندير لكم لو تي بي نيميرو 2 تاع البيولوجي سيلولار، اللي راح نهضروا فيه على لو ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون اي لي ديفيرون تكنيك اللي نوتيليزيوهم باش نشوفوا بهذا الميكروسكوب. مي قبل ما نبداو خوتي، سي فو بلي، كاين بزاف لي زيتوديون اللي راح يبارطاج، اللي راح يجوزو لي زيكزامان، وما على بالهمش بلي راح نحط هاد لا فيديو باسكو جي ريان انونسي. دونك سي فو بلي بارطاجيوها دوكا دوكا دوكا، كوبي لو ليان وبعثوه في جروب ميسنجر، فيسبوك، تيليجرام، وات ايفر، وين عندكم جروب تاع بيولوجي راكو تهضروا فيه ابعثوه لهم. راح تكون في الميزان تاع الحسنات تاعكم، وراح تكون صدقه جاريه لكم، لكل واحد لحقاته واستفاد بسبتكم. نبداو كيف كيف، بسم الله. دونك خاوتي، اول حاجه هذه سي ليماج، جبت لكم اون ايماج على لو ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون. لو ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون خاوتي جاي بزاف كبير، il occupe شغل اون شامبر كومبلي ترفدو، وهاوليك بون هاو لو ميكروسكوب، يعني هاوليك منين نشوفو. و جينيرالمون اون اتيليز دي زورديناتور معاه، اوكي، يعني شغل هدايا بلو ديفلوبي بارابور للميكروسكوب فوتوني. Voilà خاوتي une autre photo à الميكروسكوب الكترونيك à transmission. جبت لكم plusieurs photos بالعاني باش تشوفوه très très bien وتدو عليه une idée. صح خاوتي، ما هي المميزات تاع هاد لو ميكروسكوب؟ واش راح نستفادو كي نشوفو به؟ اي بان لو ميكروسكوب الكترونيك à transmission va nous permettre d'observer l'ultrastructure، يعني بفضله راح نشوفو تحت البنية. اوكي، باسكو لو ميكروسكوب فوتونيك قلت لكم يورينا جينيرالمون لا ستركتور، بينما لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون va nous permettre de voir l'ultra structure، وميم كي نحبو نشوفو لا ستركتور نقدرو بالميكروسكوب الكترونيك. دونك هنا سي سولون لو غروسيسمون، الا درنا لو فابل غروسيسمون يعني التكبير ماشي بزاف راح نشوفو لا ستركتور، بينما لو كان نديرو لو فور غروسيسمون راح نشوفو l'ultra structure. بون، كاين البعض اللي راهم يتسائلوا اميره سي كوا الديفيرونس بين لا ستركتور اي لا اي لولترا ستركتور. كي نقول لكم مثلا لا ستركتور سي جينيرالمون اون فيو دونسومبل، يعني تصويره ولا نسميوها ميكروغرافي باسكو نشوفو بالميكروسكوب الكترونيك، هي خاوتي شغل اون فوتو تاع لونسومبل، يعني مثلا تورينا عده خلايا قدام بعضاهم، تورينا نسيج، يعني ما كاش لي ديتاي. بينما كي نقول لولترا ستركتور راني نقول تحت البنيه، يعني راح نشوف حتى العضيات الصغار كيما لاباري دو جولجي، كيما لو ريتيكولوم اندوبلازميك، كيما لو نوايو، لو نوكليول، اكسيتيرا. دونك il va nous permettre d'observer l'ultra structure. هذه حاجه. حاجه واحده اخرى خاوتي، لي فوتو اللي نشوفوهم بالميكروسكوب الكترونيك نسميوهم لي ميكروغرافي. دونك كيما قلت لكم في الفوتونيك فوتوغرافي، الميكروسكوب الكترونيك نسميوهم بون ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، جو بريسيز. دونك لي نشوفوهم بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون نسميوهم لي ميكروغرافي، دونك اون دي لوبسيرفاسيون دي ميكروغرافي. ليغا، علاه جي بريسيزي قلت بلي لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون؟ باسكو كاين ان اوتر ميكروسكوب الكترونيك دايوغ راح نديره لكم في لا فيديو بروشين، راح تكون جوست ابخي مور ما نحط هاد لا فيديو، دونك ما راحش يكون ديكالاج بيناتهم. الميكروسكوب الكترونيك هذايا نسميوه ا ترانسميسيون، كاين واحد اخر نسميوه ميكروسكوب الكترونيك ا بالياج، الماسح، وهذاك ما نقولش بلي راني نشوف اون ميكروغرافي، نقول لوبسيرفاسيون دون ريبليك، هذه راح نشوفوها ابخي. دونك لي تكنيك اتيليزي باش نوتيليزيو لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، عندنا الاولى والاكثر شيوعا سي لا تكنيك سيتولوجيك ولا لا تكنيك دي كوب ماس. اوكي، مي هذه راح نخليها لا ديرنيير، علاش؟ باسكو راح نعطي لكم كاع لي زيتاب تاعها، هذه هي اللي تطيح في زيكزامان، لي زوتر نو يقولوا لكم برك سي كوا لو بوت اي لو برينسيپ.
الو نبداو خاوتي بلي دو تكنيك اللي ما يسقسوكمش على لي زيتاب تاعهم ويسقسوكم على لو بوت اي لو برينسيپ تاعهم. الاولى سي لا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف. بون علاش نوتيليزي هاد لا تكنيك؟ نوتيليزي هاد لا تكنيك بور اوبسيرفي لي بوتيت ايشانتيون، يعني كي نحب نشوف حاجه بزاف صغيره كيما لي فيروس كيما لي باكتيري واش نوتيليزي، ولا حتى مثلا لا دي ان، يعني تو سكي حاجه صغيره واش نوتيليزي لا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف. دونك هذا سي لو بوت. اوكي قالك ال بيرمي اوسي، يعني تبع لو بوت ال بيرمي لا ميز اون ايفيدونس دو فان ديتاي، تخليني نشوف لي ديتاي الصغار كامل. اوكي لو برينسيپ مبدا العمل ال باز سور لوغمونتاسيون دو كونتراست. يعني تو سامبلومون خاوتي كي تكون حاجه صغيره ونوتيليزي هاد لا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف، كوم سي خاوتي راح ترجعها بلو فونسي وتخليني نشوفها بلو ديتايي. باسكو ركزوا معايا، كل ما الحاجه تكون باغ اكزومبل صغيره كل ما ماشي راح نقدر نشوفها كلارينت. هاد لا تكنيك دو كولوراسيون دو كولوراسيون نيجاتيف قال لك ال باس سور لوغمونتاسيون دو كونتراست، يعني كي نجيو نديرو هاد التقنيه نسيو نحمقو هذيك لا موليكول اللي راح نقراو عليها، يعني نسيو نرجعوها بلو فيزيبل نخلوها تبان خير. فوالا اي لوتيليزاسيون دو برودوي امبيرميابل او زيليكترون، ونوتيليزي تاني كمبدا للعمل مواد كيميائية imperméable aux électrons، يعني ما تخليش لي زيليكترون يجوزو. اوكي ما تخليش الالكترونات تجوز. vous allez me dire Amira c'est difficile. non c'est pas difficile خاوتي، تحفظوا لو بوت و لو برينسيپ كيما راهو. ودوك نوريلكم اون فوتو على لا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف كيفاش نشوفوها. دونك جو ريبيت لو بوت observation des le but معناها الهدف l'observation des petits échantillons كيما les virus l'ADN les bactéries etc كيفاش سي elle permet la mise en évidence des de fonds détails، يعني تخليني نشوف لي ديتاي الصغار كاع. لو برينسيپ مبدا العمل عندكم زوج، l'augmentation du contraste pardon، يعني نخلو هذيك الموليكول تبان تري بيان. وتاني حاجة واحدة أخرى l'utilisation de produits imperméables aux électrons. Les gars, je vais augmenter le contraste. Donc, خاوتي حنا par exemple نكونو زعما نعطيكم ان اكزومبل بالك ما تنساوهش كاع. نقول لكم انا عندي مواد راني نبيع فيهم ياك، مي كاينه ماده واحده راني حابه نبينها بلي هي المخيره كامل وهي اللي تاتيري لاتونسيون تاعكم باش تشوفوها غير هي وتشوفوها تري بيان. واش ندير خاوتي؟ واش ندير باغ اكزومبل هي نلبس لها الابيض، زعما نلبس لها الابيض ولا نغلفها بالابيض، والاجزاء الاخرى اللي قدامها نغلفهم بالاسود اون نوار. دونك خاوتي كي هما نغلفهم بالاسود وهي نغلفها بالابيض، نتوما اوتوماتيكمون غير تجو تشوفوا شغل الحاجه اللي تاتيري لاطونسيون تاعكم سي اللي راهي اون بلون، باسكو الابيض يغلب الاسود. Ok, donc l'augmentation de contraste, l'espace qui entoure l'échantillon. يعني الوسط اللي راه داير على هذيك الجزيئة اللي رانا حابين نقراو عليها هو نديروه فونسي وهي نخلوها كلار. شوفوا معايا اون فوتو راح تفهموا خير وخير. سي لوبسيرفاسيون دي شامبينيون، رانا نشوفوا بعض لي شامبينيون. لي شامبينيون شوفوا هما راهم اون بلون كيما فهمتكم، بينما لو فون يعني لو كونتراست راهو فونسي. اوكي دونك انا ماشي راح يهمني هاد لو كونتراست كيما راح يهموني هادو اللي راهم اون بلون، يعني هما اللي راح ياتيريو لاتونسيون تاعي. هادي سي لا كولوراسيون نيجاتيف. دوكا خاوتي راح نشوفو لا كولوراسيون بوزيتيف وشنو هو لو بوت اي لو برينسيپ. مي قبل ما نهضر عليهم لازم تبازيولي على حاجه معينه، سي كو شفاو بلي لا كولوراسيون نيجاتيف قلت الي امبيرميابل او زيليكترون، يعني ما تخليش لي زيليكترون يجوزو في لا موليكول اللي راني حايبه نقرا عليها.
دونك جو ريبيت خاوتي واش كنت نشرح، قلت لكم لا كولوراسيون نيجاتيف نقولوا الي امبيرميابل اوز الكترون، يعني شغل ما تخليش لي موليكول يجوزوا لي موليكول اللي راني حايبه نقرا عليهم، على هذه هما يخرجوا كلار. اوكي، باسكو لو كان يقيسوهم لي زيليكترون راح يكونوا فونسي، دونك هما راهم كلار باسكو لا تكنيك هذه الي امبيرميابل اوز الكترون. Si on parle du cas à la technique de coloration positive, le but est le but de la coloration négative, c'est l'observation des petits échantillons, je vous le mais le principe c'est l'axe. Mabda al-amal, bon, l'oula qu'elle sur l'augmentation de contraste des coupes ultra minces. Bon, la coloration positive, raouti, qui joue, يعني كي راح نديرو التجربة المقاطع اللي نديروهم يا اخي، باسكو دايما مور ما نديرو لو بريلافمون يعني نحو هذيك الجزيء ولا العضو ولا النسيج اللي رانا حايبين نقراو عليه، دايما مور ما نديرو لو بريلافمون Donc, je répète, Raouti, excusez-moi, une petite coupure de connexion. Je répète. Quand il la technique de coloration positive, ou le but, observation des petits échantillons, normal. Le principe, l'amal, elle base sur l'augmentation de contraste des coupes ultra minces. Yani, qui se roule, il augmente le contraste. Yani, la partie qui est en train de مي خاوتي كاين العكس بين لا تكنيك دو كولوراسيون بوزيتيف و لا تكنيك دو كولوراسيون نيجاتيف، في حاجتين. الحاجه الاولى لا كولوراسيون نيجاتيف، لا كولوراسيون بوزيتيف باردون، لي موليكول اوبسيرفي يعني الحاجه اللي راني حايبه نشوفها ندير لها دي كوب اولترا مانس، يعني ندير مقاطع فيها. بون راني نقول موليكول، تقدر تكون نسيج، تقدر تكون عضو، تقدر تكون خليه، تقدر تكون فيروس، سا ديبون. ليسونسييل ليشونتيون اللي راني حنقرا عليه ندير له دي كوب اولترا مانس، نقطعه مقاطع بزاف رقاقه رقيقه على لا كولوراسيون نيجاتيف. هذه حاجه. حاجه واحده اخرى قال لك elle est transparente aux électrons، معناها هذه تخلي لي زيليكترون يجوزو. شوفوا معايا لا ديابو vous allez tout comprendre. اذا لو كان نقول لكم هادو سي دي سيلول ولا شفناهم بالميكروسكوب الكترونيك، لا ترانسميسيون لا تكنيك دو لا كولوراسيون بوزيتيف، سي كو لا ديفيرونس؟ ركزوا معايا شويه هنا خاوتي، لو فون يعني راهو كلير، بينما لي موليكول راهم فونسي. دونك سي لو كونترير، لا كولوراسيون بوزيتيف نقولو تخلي لي زيليكترون يجوزو. اوكي، الي بيرميابل او زيليكترون، على هذه الجزيئه اللي راني حايبه نقرا عليها تبان فونسي باسكو يقيسوها لي زيليكترون، بينما لو فون هو اللي يكون كلار. نعاود نرجع لكم لا فوتو تاع لا كولوراسيون نيجاتيف باش ديروا لا ديفيرونس. Voilà, هذه la coloration, je confirme, c'est la coloration positive. Pardon, هذه c'est la coloration négative. عفوا زلت لسان. هذه c'est la coloration négative. Donc, شوفوا, هنايا le fond, il est foncé et les molécules راهم claires. J'espère que vous avez compris. Le but et le principe تاع les deux techniques, ديروا عليهم capture, اهم ليك احفظوهم كيما راهم. نشوفو دوكا خاوتي التقنية الأكثر شيوعا، سي لا تكنيك سيتولوجيك ولا نسميوها لا تكنيك دي كوب مانس. دونك لو بوت سي الهدف لوبسيرفاسيون دو ديتاي دو لا سيلول او ميكروسكوب الكترونيك او ترانسميسيون، يعني تو سامبلومون تخليني نشوف لي ديتاي تاع لا سيلول. مثلا الا كنت نقرا على لا سيلول
هذه لا تكنيك ما نوتيليزيهاش لي موليكول اللي بزاف صغار، ماشي كيما لا كولوراسيون نيجاتيف اي بوزيتيف، نو هذه نورمال. نقرا على ان سيلول مثلا، كي ندير لا تكنيك سيتولوجيك تخليني نشوف لي زورغانيت الداخل العضيات اي تو، دونك اوبسيرفاسيون دو ديتاي تري بيان. لو برانسيب او مبدا العمل قال لك il repose sur l'obtention à partir d'un échantillon parfaitement conservé des coupes ultra fines transparentes aux électrons suffisamment contrastées. معناها كي ندير هذه التقنية لازم تحصل على ثلاثة حاجات: des coupes ultra fines مقاطع رقيقة، transparentes aux électrons معناها الحاجة اللي نكون نقرا عليها تخرج فونسي باسكو يجوزوا عليها les électrons، يقيسوها les électrons دونك تولي تبان فونسي، suffisamment contrast يعني لازم تكون تاني الصورة واضحة. تحفظوا هادو ما خاوتي كي ما راهم وارواحوا تشوفوا معايا لي زيتاب باسكو يسقسوكم عليهم ولا يقول لكم سيتي لي زيتاب. لي زيتاب وجدت لكم ملخصي المتواضع، جيسبر كو تستفادوا منه. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم، حتى انا راني في فترة اختبارات تو، مي حبيت نسهل عليكم ان شاء الله ربي يسهلها علينا كامل. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم، هذا مكان ليا الوالديه والاختي ربي يرحمها. دونك اون كومونس ديريكتومون بسم الله. لا بروميير ايتاب اللي تكتبوها سي لو بريلافمون، دائما خاوتي لا بروميير ايتاب سي لو بريلافمون، معناها نحي ولا يعني ازيح لا بارتي اللي راني حايبه نقرا عليها. اوكي دونك il peut se faire sur un animal ou là un végétal le prélèvement، ماشي دائما نحيه من حيوان، نقدر نحيه من نبته، نقرا على نبته مثلا خليه نباتيه. الانيمال لو كان هو الى كان انيمال، عندي طريقتين، يا اما نخليه اونفي ندير له لا بيوبسي، نخليه اونفي مثلا شغل ندير له التخدير ومن بعد نستأصل لا بارتي اللي راني حايبه نقرا عليها ونقرا عليها بلا ما نقتلو. كيما نقدر لو ساكريفيي معناها لو توي باش ندير هذيك ليكسبيريونس. اوكي بون، لانيمال لازم اول حاجه ندير له لانيستيزي، من بعد لا ديسكسيون التشريح، ومن بعد جو في فير لو بريلافمون دون بارتي دو لورغان ا اتيديي، معناها من بعد نحي اون بارتي من لورغان اللي راني حايبه نقرا عليه. تري بيان، La deuxième étape, mort le prélèvement, c'est la fixation. Alors, je fixe. C'est pour conserver les structures cellulaires. يعني باش نحافظ على الجزيئات الخلوية باش ما يتخسروش. ولازم نحافظ عليهم dans un état plus proche de l'état vivant. يعني نسي نخليهم في حالة قريبة للحالة الطبيعية باش نقدر نقرأ عليهم très bien. Les fixateurs, كيما نحب، كاين des fixateurs physiques كيما البروبان وكيما l'hélium. وكاين دي فيكساتور كيميك، كاين واحد واسمو جلوتارديلديد، جيسبر كو جي برونونسي لو نوم تاعو بيان باسكو طويل، مي هذايا جلوتارديلديد ساهله سي بون. هذا جلوتارديلديد خاوتي سي لو بلوز يوتيليزي، يعني دائما يوتيليزيو فيكساتور كيميك هذا بالذات. علاش؟ باسكو هذا يل فا نو بيرميتر دو فيكسي et de conserver، يعني راح يخلينا نفيكسي ونحافظو على لي بروتيين لي سكر ولا ADN ولا IRN، معناها يحافظ لنا على معظم المكونات الدقيقه تاني كيما لي بروتيين كيما السكريات كيما ADN ولا IRN. مي خاوتي كاينه عفسه نساها، دوك تشوفوها مع التقنيه اللي راهي جايه. مور لا فيكساسيون كاين لا بوست فيكساسيون، يعني نزيدو نفيكسيو مره واحده اخرى. هنا راح نستعملو تيتراوكسيد دوسيميوم. هذا لو تيتراوكسيد دوسيميوم سي بور فيكسي لي ليبيد، باسكو الاول ما فيكساش لي ليبيد، دونك اون فا فير لا بوست فيكساسيون بور فيكسي لي ليبيد. تري بيان، كاتريام ايتاب سي لا ديزيدراتاسيون. نورمالمون شفتوها في تي بي معايا الاول ما فيهاش اشكال. لا ديزيدراتاسيون سي نشف هذاك ليشونتيون اون لو بلونجون دون دي بان دالكول، ندخلو فالكول، الكول هو اللي يخليه ينشف. ومن بعد ندير لانكلوزيون على ريزين، على ريزين باردون. شوفوا كي تسمعوا انكلوزيون واش معناها؟ معناها راني حايبه نرجع هذاك ليشونتيون الصلب، هو تصليب ليشونتيون. اوكي قال لك سي رومبلاسي لو ليكيد انترا سيلولار، معناها نعوض لو ليكيد اللي راهو داخل الخليه باغ اون ريزين هيدروفوب،
نعوضه بماده واسمها لا غيزين، هيدروفوب معناها كارهه للماء. دونك خاوتي واش راح يولي شغل هذاك ليسونسيون؟ راح يولي صلب باسكو درتلو لا غيزين ونحيتلو الماء. دونك لو بوت سي بور دورسير ليشونتيون اي فاسيليتي لي كوب، وكل ما يولي صلب قد ما راح لي كوب نقدر نديرهم بسهوله. موراها واش راح ندير؟ رياليزاسيون دي كوب. مي هنا خاوتي في لا تكنيك سيتولوجيك لو بوت سي لوبتونسيون دي كوب اولترا مانس، يعني ماذا بيا نتحصل على دي كوب رقاق بزاف. اوكي اون اوتيليزون لولترا ميكروتوم، كاين جهاز اسمه لولترا ميكروتوم هو اللي نقطع به، وكاين زوج مواس خاوتي اللي نستعملوهم باش نديرو لي كوب. الا حبيت اون كوب فين رقيقه نستعمل ان كوتو اون فيغ يعني تاع زجاج، والا حبيت اون كوب اولترا فين رقيقه بزاف نستعمل ان كوتو اون ديامون. شكون هي احد ماده في العالم صلبه على الحديد وعلى النحاس وعلى على كل حاجه؟ سي لو ديامون. دونك الا حبيت دي كوب اولترا فين جو في اتيليزي دي كوتو اون ديامون. تري بيان. دونك السابعة ايتاب ريكوبيراسيون دي كوب اي ليتالمون سور اون غريل بورت دوبجي. نجيب خاوتي واحد لا غريل شغل شتو كيما نديرو الشوا، تكون عندنا واحد الحديده هكذايا جو سي با كومون ما بيش واش نسميها لكم بالذات، كي نشوا اللحم نديرو الشوا شاهدكم في الجنه ان شاء الله. كي نجو نديرو الشوا يا اخي نستعملو لا غريل واحد الحديده هكذايا. دونك سي تو سامبلومون pour نرفد بها ليشونتيون. هي بتعبير أفضل نسميوها لا غري غري سون برونونسي لي ال. نعطيكم مثال كيما نقولو نديرو لي غرياد، قاع تحبوا لي غرياد جو سي سي المشاوي كيما نقولوا. دونك نقولوا لا غري هي سي ان بورت اوبجي. دونك جو كونتينيو خاوتي، قلت لكم بتعبير افضل حنا نسميوها لا غري. غري جايه من كلمه شغل غرياد، شوفوا غرياد هما المشاوي، المشاوي نديروهم فوق واحد الحديده هكذايا. سي جوست نعطيكم هاد ليكزومبل باش تشوفوا عليها. دونك نسميوها غري سون برونونسي ال، و ليتيليزاسيون تاعها سي بور بورتي يعني باش نرفدو ليشونتيون اتيديي، ولا بور بورتي بطريقه افضل لي كوب اللي درناهم. تري بيان. ابري عندنا مور ما نرفدوهم راح نديرو لهم الكونتراست يعني لا كولوراسيون لونوهم، مي ميم سي راح نلونوهم ما راحش حيخرجوا بالالوان، يخرجوا اون نوار اي بلون. دونك لو بوت هنايا بور لا كولوراسيون سي اوغمونتي اي اميليوري لو كونتراست، يعني نخلوهم يبانو بطريقه افضل. واش نستعمل كملونات؟ عندي لاسيتات دورانيل وعندي لو سيترات دو بلون. ومن بعد خلاص خاوتي نستعمل واحد فيهم ومن بعد سي بون كي درت لا كولوراسيون دوكا جو في فير لوبسيرفاسيون، يعني راح نشوف بالميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون او جو دي que j'observe une micrographie. Je fais des micrographies ensemble. Donc voilà, Khaouti, un exemple. Hadi, c'est une micrographie. Hna rahi touri lna une cellule. C'est une cellule animale. Donc l'observation d'une cellule animale au microscope électronique à transmission, la technique, c'est la technique découpe mince. J'espère que vous avez aimé la vidéo, partagez-la au max. Bi'idnillah, nous vous donnons le TP numéro 3. Donc, chouïa. Donc, maintenant, nous allons faire le doua avec vous. Beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. J'espère que vous avez aimé la vidéo, خاوتي. Donc, c'est l'observation d'une cellule animale au microscope électronique à transmission, la technique des coupes minces. Maintenant, vous avez aimé la vidéo, vous beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, vous avez la vidéo, vous avez aimé beaucoup les étudiants, vous avez aimé la vidéo, partagez-la au max, wassalamu alaikum.